مرحبا، كيفكم؟ قررت أبدأ سلسلة جديدة واللي هي ميك اب لوك من ماركة واحدة، واخترت هذا البراند اسمها Forever 52. بعد ما رشينا على الوش فيكس بلس من ماك، رح ناخد البرايمر من عندهم. هالتكستشر للبرايمر سيليكون، يعني بس تفردوه على وجهكم بخلي ملمس البشرة كتير ناعم. وبعد ما امتصت البشرة البرايمر، راح نوزع Forever 52 فاونديشن على كل الوش. وهلأ راح اعمل بلند للفاونديشن بهذه السبونج كمان من Forever 52. لأنه الفاونديشن فول كفر، رح أستعمله ككونسيلر وكمان كبرايمر للعيون. وهلأ رح نثبت مكان الكونسيلر وأماكن الهايلايتر بهذه اللوس باودر من Forever 52. طبعاً أنا أسفة نسيت أفرجيكم إياها، بس رح أكتب لكم كل الأسماء بالديسكريبشن بوكس. رح أترك اللوس باودر على الوجه لمدة 5 دقايق، بعدين رح أنفضها بهذا البروش. بعد شوي رح أعملها بافينج لهذه اللوس باودر لحتى يصير ملمس البشرة فيلفت ومخملي. رح أرسم حدود الحواجب الخارجية بهذا الآي براو جيل من Forever 52. وهلأ رح نفتح بداية الحاجب بس، ورح نستخدم هذه الماسكرا من Forever 52 كمان. من هذه الآي برو باليت رح أختار هذا اللون البني، ورح أعبي فيه أي فراغات موجودة عندي بالحاجب. لحتى نبرز رسمة الحواجب أكتر، رح ننظفه باستخدام الكونسيلر ورح نوزعه بهذه الفلات براش، بعدين نعمل له بلند. باستخدام هذه الديفاينينج اند كونتورينج باليت من Forever 52، ما رح اعمل كونتور وانحت معالم الوجه قد ما بدي اعمل فريم للوجه واخلق مثل خيال او ظل. الميك اب اللي رح نعمله اليوم كتير بسيط وسمبل، ولانه ملامح الموديل كتير صغيره مثل ما حكيت لكم رح يكون الكونتورينج كتير لايت وخفيف. إذا عم بتلاحظوا أنا عم بوزع الكونتور بطريقة تعمل تجانس في معالم الوش، أبداً ما بعتمد طريقة الكونتور اللي هدفها تصغر أو تكبر ملامح.
كبرايمر راح استخدم الفاونديشن اللي استخدمناه على الوش، وراح اوزع طبقة كتير خفيفة، بعدين راح اثبتها بلون اي شادو بيج من هذا الباليت من Forever 52. من نفس الباليت راح نوزع هذا اللون السومو على الكريز. من نفس الباليت راح نختار هذا اللون البني المتوسط وراح نحدد فيه العين أكتر، طبعا ما ننسى البلند بين كل خطوة والتانية. باستخدام بنسل براش راح نختار هذا اللون البني الغامق ونحدد فيه العيون أكتر. بآي شادو بيج مطفي راح أوزعه على الجفن المتحرك. الميك اب اليوم كتير سيمبل وبسيط وبيعتمد بس على الآيلاينر الملون. وهلأ وصلنا للفان بارت، راح أستخدم هدول السموذينينج آي بنسل. أنا اخترت درجتين، اللون الأزرق الفاتح واللون الكحلي. راح أوزع أول شي اللون الأزرق الفاتح، بعدين من منتصف العين لآخرها راح أوزع اللون الكحلي وأدمجهم مع بعض. من أكثر البرودكت اللي حبيتها بهذا البراند اللي هم هدول السموذينينج آي بنسل، إذا لاحظتوا ما عذبوني أبداً بالرسم ولا حتى بالدمج. بهذا البلاك آيلاينر رح أرسم الحدود الخارجية للآيلاينر الأزرق اللي رسمته كأني عم برسم إطار، بس ما رح أوصله لآخر العين. اللاشز حيكونوا من House of Lashes Iconic Mini. رح أرجع للسموذينينج آي بنسل ورح أختار اللون الأسود وأكحل فيه العيون. وهلأ بآي شادو لونه أسود رح أحاول أحدد العيون من تحت. ومن Forever 52 راح استخدم هذه الماسكارا، المفروض انها تعطيني فوليوم اكتر لحتى نعمل بالانس بين الايلاشز اللي فوق واللي تحت. راح اعمل كونتور كتير خفيف لللبس وراح استخدم هذا الليب لاينر من Forever 52. كتير حبيت الليب لاينر والليبستيك عندهم لأنهم بيضاينوا لفترة كتير طويلة. الفكرة من هذه السلسلة اللي راح أعملها اللي هي ميك اب لوك من ماركة واحدة، إنكم تتعرفوا على البرودكتس الموجودين في كل براند من دون ما تضيعوا طبعا. إذا حبيتوا هذه الفكرة بليز ما تنسوا تكتبوا لي اقتراحات للبراند اللي حابين نعمل فيها ميك اب لوك بالفيديو اللي جاي. ونرجع للميك اب، راح اوزع هذا البلاش البيتش من Forever 52. راح استخدم هذا الهايلايتر من Forever 52، اتوقع رقمه 4، راح اكتب لكم الرقم بالديسكريبشن بوكس. بس انا كتير كتير حبيت هذا الهايلايتر لانه بيعطيني جلو من دون شمر او جليتر، انا متأكدة انكم راح تحبوه. مثبت الميك اب راح يكون من Urban Decay، للأسف ما عندي مثبت من Forever 52. هيك بنكون خلصنا هذا السمبل ميك اب اللي بس بيعتمد على الايلاينر الملون. بتمنى يكون سهل وان شاء الله تعرفوا تطبقوه. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لهذا الشانل لحتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل فيها. كمان بستنى اقتراحاتكم للفيديوهات الجاي. ما تنسوا كمان تعملوا لي فولو على الانستغرام والسناب شات. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.